السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لوصفتنا اليوم سوف نحتاج إلى المورينجا. هذه المورينجا، ثمار المورينجا. هنا لدي بصل، فلفل أخضر، قرع نوع طويل. سوف أحتاج هنا يسمونها اللفت في المغرب، أما في الدول الخليج يسمونها بالفجل الأبيض. هنا البطاطا الحلوة، هنا جزر، هنا باذنجان أبيض، أنا لدي أبيض، استخدم الأبيض أو الأسود عادي. حبتين كبيرة طماطم، هنا لدي القليل من البامية. هنا لدي التمر الهندي، التمر الهندي يوقع في ماء حار، تقريبا نصف كوب من التمر الهندي. هنا لدي أنا النوع المجفف، هذا النوع كما ترون، بدون تمار أو بدون عفوا بذور، حسب المتوفر لديكم أو اشتروا السائل الموجود جاهز. هنا لدي العدس، هنا عدس هندي كما ترون، وهنا حمص كما ترون، لا يوجد فرق كبير بينهم. هذا العدس هنا حبة صغيرة، وهنا طبعا هذا الحمص، يباع في طبعا الدول الخليجية باسم حمص صغير، حمص مفلوق أو تشنادال. هذا بالنسبة لهذا كما ترون الفرق، لا يوجد فرق كبير. طبعا هنا كوبين حمص وكوب نصف كوب من العدس. هنا لدي كزبرة طازجة حوالي نصف كوب. هنا لدي ملعقة صغيرة كمون حب، ملعقة صغيرة حبوب الخردل، فلفل مجفف، أوراق الكاري، وهنا حوالي 6 إلى 7 فصوص ثوم. هنا لدي ملعقة صغيرة كركم، ملعقة فلفل حار، نصف ملعقة فلفل أسود، وتقريبا ملعقة متوسطة بهار كاري، تجدون طريقة عمله في قناتي بالإضافة إلى الملح. هذه المكونات. سوف أضع لكم صورة للخضار حتى ترون الخضار قبل التقطيع. وطبعا يمكنكم استخدام الخضار المتوفر لديكم، ليس شرط كل الخضار، خصوصا ثمار المورينجا فهي مفيدة جدا، وسبق وأن وضعت لكم وصفات للمورينجا وطبعا فوائد المورينجا. هنا كما ترون الخضار، كل الخضار تقطع بحجم كبير وليس صغير، كل الخضار. هنا نقوم بسلق الحمص والعدس كما ترون، تقريبا بنسبة 80%، نقوم بسلقها. بعدها سوف نقوم بطحنه في نفس يعني مع الماء، لن نصفي الماء، سوف نطحنه ونكمل الوصفة. هنا نضج العدس والحمص، سوف نقوم بطحنه حتى يصبح يعني مثل الشوربة. هنا كما ترون هذه النتيجة بعد طحن العدس والحمص. في طنجرة نضع الماء، عندما يبدأ في الغليان سوف نضع الخضار. الخضار ما عدا البامية والباذنجان سوف نضعهم فيما بعد. الآن سوف نضع كل الخضار الباقية. نترك الخضار حتى تنضج بنسبة يعني تسلق تقريبا لحوالي 70 إلى 80%. بعدها سوف نضيف الباذنجان، البامية، ثم الطماطم. الآن سوف أضيف الباذنجان وسوف أضيف الطماطم. سوف أترككم تقريبا مدة دقيقتين إلى 3، ثم سوف أضيف البامية. الآن سوف أضيف البامية. وسوف أتركها تقريبا مدة دقيقة دقيقتين، ثم سوف نكمل باقي المكونات.
الآن سوف أضيف التمر الهندي. هنا قمنا بتصفية التمر الهندي لأن الذي استخدمناه مجفف تقريبا نصف كوب. سوف أتركه دقيقة لدقيقتين. بالنسبة لهذه الوصفة هي وصفة السامبار. السامبار يستخدمون بهار السامبار، أنا لم أستخدم بهار السامبار لأن بعض الدول العربية إخواني لا يوجد لديهم بهار السامبار، استبدلناه ببهار جرم مثلا. بس لكن إذا توفر لديكم بهار السامبار استخدموه، إذا لم يتوفر استخدموا بهار جرم مثلا، تجدون طريقته في قناتي. وسوف أضع لكم إن شاء الله طريقة عمل بهار السامبار، يمكنكم استخدامه في وصفات الخضر على الطريقة الهندية. الآن سوف نضيف العدس والحمص، نضيف الكمية كلها، نتركها تغلي تقريبا لمدة دقيقة، بعدها سوف نضيف البهارات. الآن سوف أضيف جرم مسالة، كركم، فلفل أحمر، فلفل أسود والملح فقط، باقي المكونات كمرحلة أخيرة. سوف أتركها تكمل النضج ونجهز لباقي المكونات وهي المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة نضع هنا تقريبا ربع كوب زيت، وسوف نضع كأول مرحلة الثوم، نتركه حتى يأخذ لون ذهبي. نضع الثوم ونتركه يأخذ لون ذهبي، طبعا لون ذهبي خفيف، لا تتركوا الثوم يحترق. ثم سوف أضيف بعدها الكمون والخردل. كما ترون الثوم أخذ لون ذهبي خفيف، سوف أضيف الكمون والخردل وأحرك حتى يأخذ لون ذهبي أيضا. ثم أضيف بسرعة، نضيف ورق الكاري والفلفل الأحمر ونحرك الكل تقريبا نصف دقيقة ونطفئ النار. هنا جاهزة كما ترون نطفئ. الآن سوف نضيف الخليط، نتركها تقريبا لمدة دقيقة تغلي، ونضع الكزبرة، نضيف الكزبرة ونطفئ النار مباشرة. ووصفتنا لليوم جاهزة، تقدم طبعا مع الرز أو مع الخبز. وهذه وصفتنا لليوم، أتمنى تجربوها، وصفة نباتية ولذيذة. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.